ما هنبتدي عملية المونتاج. فتحنا طبعا البرنامج وطبعا لما فتحناه ظهرت لنا لوحة. اللوحة دي عبارة عن فيها شوية اختيارات، في اختيارين ممكن افتح الاختيار ده بحيث ان انا ادخل شغل جديد، فيديو جديد، او في طريقة اللي هي الطريقة المستحدثة، لانه برضو انا عايز اشرح حاجة، ان بالنسبة للفيديو والكواليتي بتاع الفيديو في الايام الاخيرة طبعا حصل طفرة كبيرة جدا، بقى الكواليتي بتاع الصورة بقى اعلى، فده يتطلب ان يكون حجم الفيديو بالطبيعة يكون اكبر. فطبعا لما بنصور فيديو بكواليتي عالي بحجم اكبر، ده محتاج امكانيات يعني كمبيوتر اعلى. فطبعا دي العملية دي بتواجه جميع المحترفين في عملية المونتير. فدي البرنامج ده ان شاء الله حلها. يعني البرنامج ده بيعمل ايه؟ يعني مثلا بياخد الفيديو الكواليتي العالي ده سواء اتش دي او 4K او كده، طبعا كواليتي عالي بيتحرك بالعافيه، يعني لما بنيجي نشغل بلاي بيشتغل يعني بصعوبه، يقطع وهو بيشتغل. فالبرنامج ده عشان هو طبعا حديث، وانا كنت اعطيتكم فكره عن مقدماته، فطبعا البرنامج ده بياخد الملف بتاع الفيديو الكبير ده اللي هو كواليتي عالي، بياخده يحوله الى حاجه اسمها بروكسي. البروكسي ده بي 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 بيوفق عملية الفيديو مع البرنامج، بحيث أثناء المونتاج يبقى أنت بتشتغل بصورة سلسة، يعني لما تيجي تعمل بلاي يشتغل معك بصورة سلسة، ما يمشيش يقطع، ما يبقاش تقيل، ما يبقاش حاجات كده. في الاختيار التاني في ممكن أنت بتاخد الفيديو عشان تعمله بروفسي، عشان عملية المونتاج تبقى سهلة معاك. هنبتدي نجيب ملف من الملفات اللي هي قلنا عليها كواليتي عالي، وطبعا محتاج ان احنا نعمل عليها مونتاج في نفس البرنامج. فهنبتدي نسحبه وهننزله على التراك بتاعه. واحنا بننزله بتبقى في عملية تحميل بتاخد وقت شوية، عشان عملية التحويل يعني بتاخد وقت عشان تحوله لملف بروكسي. البروكسي ده اللي هو بيديني بيوصف لي الملف ان هو يبقى سهل وطيع معايا اثناء المونتاج. فطبعا العمليه دي بتعمل لود، بتاخد وقت شويه. طبعا بينزل، طبعا اهو نزل الملف، بينزل الملف. وحواريكوا عملية ان هو لما في اختيار اللي هو زي السهمين دول، طبعا الاختيار ده هو تفصيلات البروفسي. يعني لما بتيجي تفتح بتلاقي اربع ملفات هو مفصلها لك وموزعهم، بحيث ان انت لو عايز تستخدم ملف منهم عشان تقدر تشوف رؤية كفيديو وكالوان زبطتها كحاجة ممكن، عايز تقفلهم كلهم عشان تشتغل مونتاج بتقفلهم كلهم. فطبعا احنا الفيديو بينزل زي ما قلنا، بنحاول نظبط الصورة بصرف النظر عن قوة الكاميرا او كواليتي الكاميرا. لازم انا كمونتير اول حاجة لازم اظبط الصورة، اظبطها واشوف الوانها واشوف الكونتراست بتاعها واشوف الصوت، اظبطه واظبط كل الحاجات دي قبل بداية المونتاج. فطبعا يعني العملية دي عملية مهمة قوي للمونتير. بيتم عملية تظبيط الصورة والصوت والحاجات دي عشان ايه؟ ابدأ اتفاعل مع المونتاج. فطبعا بيتم عملية ظبط الصورة، ان احنا في حاجة اسمها HDR. الHDR دي لو انا بصور بكاميرا وفي مناطق مظلمة ومناطق فيها ضوء وكده، فالHDR دي لما بظبطه بيظبط لي الضوء متساوي مع كل مستويات الصورة، فالصورة بتطلع بشكل إضائي يعني
يعني متوازن وجميل. وبعدين بنبتدي برضو نظبط الكونتراست بتاعها، بنديها شوية كونتراست، بنديها سنة ألوان عشان برضو يبقى فيه ظهور أعلى. بنبتدي برضو نديها عملية الشاربينج، عملية شاربينج اللي هي حدة الصورة، الحدة بتاعت الصورة عشان تبقى الصورة فيها وضوح أكتر. يعني ده زي يعني بنقطع اهو، مثلا عايز أقطع بعد 10 ثواني، فاروح قاطع في عندي مقص فوق واروح جاي ايه محدد المنطقه بتاعتي اللي انا عايز اشيلها عشان اضم بقيه الفيديو عشان ابتدي الصقهم ببعض. فهي لوحدها في مقص برضو في قدامه مقدمه لانه يتشال، فبندوس على المقص فبينضم الفيديو على بعض عشان بنعمل عمليه القص وبنضم جزء على جزء عشان نمشي عمليه المونتاج اللي احنا مرتبينها. وبعدين هنا طبعا ببين اخر نقطة قطعت منها واول نقطة قطعت فيها وبوصلهم ببعض واشوفهم بيبقوا ماشيين ازاي. لو في تنسيق يعني بيبقى خلاص، ما فيش تنسيق بحاول انقي اطراف فيها تنسيق مع بعض بحيث يبقى الخط كله صوت وصورة ماشي مع بعض. طبعا احنا لما عملنا مونتاج بقى في مساحة في الاخر فاضية، المساحة دي لو جينا سيفنا او رندرنا او يعني خلاص ثبتنا المنتج اللي احنا عايزين نطلعه هيطلع في الاخر منطقة هنا فاضية. ففي جزء تحت هنا، جزء تحت لازم افرد الفيديو على المساحة كاملة عشان تطلع من بداية الفيديو لاخره، ما يبقاش في مناطق فاضية متسجلة. فطبعا انا عملت خلاص وببتدي اعمل عملية الرندرة. هنبتدي نرندر بقى في المراحل. خلاص انا عملت مونتاج وظبطت صورتي وظبطت كل حاجة، بحاول بقى اثبت كل الشغل اللي انا عشان اخرجه يبقى منتج طالع. فطبعا هنعمل عملية الرندرة، هنخش في الملف اهو. طبعا عملية ان انا برندر بقى بطلع شغل النهائي، بفتح فايل وبعدين بخش على اكسبورت موف. في عندي كل بقى الامتدادات اللي انا عايز اطلعها، امتدادات اي في اي، ام بي جي، ممكن ام بي 4، عايز اطلع كل اي منتج اي نوع من الفيديو عايز اطلعه عشان يطلع منتج نهائي. بطلعه بصنفه على حسب النوع اللي انا عايز اطلعه. فام بي 4 انا دايما بطلع على ام بي 4، يعني البند ده اهو بطلع دايما على نفس البند ده. فطبعا بتطلع لي لوحة بتديني فيها كل التفصيلات البند، يعني 1920 دي 1080 اللي هي اتش دي، الفريمات 25، مقاس الصورة 16:9. ده يعني دي مواصفات الصورة كويس، دي المواصفات اللي هي بتاعت الصورة اللي انا هرندر عليها او هسيف او هسجل عليها الفيديو بتاعي. بيبقى فيه طبعا الفيديو اللي انا هطلعه ده ليه مواصفات، في كواليتي بتاعه، كواليتي بيبقى فريمات طول في عرض 19000 على 24000، دي طول في عرض، دي كلها مواصفات للكواليتي بتاع الفيديو. انا ممكن فيما بعد لما اكون محترف بقدر اتحكم فيها بحيث ان انا اطلع اتش دي بكواليتي عالي بحجم فيديو اقل. لكن دلوقتي احنا ايه اهو سيفنا دلوقتي رندرنا عملية ام بي 4 وحطناها في ملف داخلي وهنبتدي نعمل رندرة للفيديو اللي احنا خلصناه وزبطناه عشان يبتدي يطلع للمنتج النهائي. وطبعا ده في مرحلة الرندرة بيديني طبعا بيانات، بيديني يعني مسار، خط مساره في الرندرة، بيقول لي ان مثلا الفيديو كله حجمه مثلا 9 دقايق او كده، واحنا في الدقيقة كذا، والكواليتي بتاعه كذا، والهارد عندي بيشيل لحد كذا. طبعا المواصفات دي بتبقى موجودة تحت، وبيبقى عندي برضو كذلك لو انا بعد الرندرة عايز
اتابع الفيديو واتفرج عليه بتفرج عليه. عايز الكمبيوتر يتقفل بعد عمليه الرندره، ففي بند هنا بتاع اللي هو بيقفل الكمبيوتر بحدده، بحيث ان بعد ما بيخلص الرندره بيقفل تلقائي كمبيوتر خالص، واي وقت بقى بفتحه عشان اتفرج على المنتج النهائي اللي انا عملته.